بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ماذا؟ وين جالس؟ ماذا أخذنا؟ شروط لا إله إلا الله. وقبل هذا نعم طريقة السلف مع القرآن، ترك حفظ القرآن أو الحفظ بلا تدبر ولا عمل. لا، في كل يوم تحفظ 10 آيات أو أكثر لا إشكال، وفي كل يوم تنظر في تفسير هذه الآيات وتستعين بالله على العمل. أي كتب التفسير نقرأ؟ ابن سعدي رحمه الله، فتح الله عليك. وهؤلاء هم الوسط. نعم، غير هذا. نعم، شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله.